لان اللي في مصر دول ولادي وعايزهم احسن حاجه في الدنيا. بنرحب بكل ضيوفنا ونتمنى ان هم يكونوا سعداء بزيارتهم. معاكم مهندس حسام عبد الحميد منسق الجوده في المدرسه، معايا فريق اخر من المنسقين، معايا مستر ايمن وجيه ومعايا مستر سهام عبيد. بنرحب بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم معايا في درس عمل العصر رسميه لغات سته. مع حضراتكم مستر جاي تعليم وكيل عمل العصر. اهلا وسهلا بيكم، ونورتونا النهارده بعض الحقائق عن مدرسه عمر بن العاص الرسميه للولاد، واحنا سعداء جدا بهذا اللقاء مع حضراتكم. ربنا يسلمك. مدرسه عمر بن العاص اول مدرسه انشئت، اول مدرسه رسمي لغات تكون موجوده بمركز ومدينه زفته، وتعتبر مدرسه جاذبه مش بس لطلاب زفته، لا زفته بقراها احيانا بيجي لنا ناس كثيره جدا وبتصر على التنظيم عندنا من محافظات اخرى. مدرستنا تعتبر مدرسه الام على مستوى الجمهوريه من حيث عدد طلابها، لان احنا تعتبر اكبر مدرسه على مستوى الجمهوريه، لذلك حصلنا على لقب المدرسه الام عام 2013. كما حصلت المدرسه على الجوده برضو عام 2012. مدرستنا برضو بتتميز ب بتعتبر المدرسه الام برضو في عدد الكوادر الحاصلين على درجه الماجستير والدكتوراه. عندنا مجموعة لا بأس بها من المبعوثين للخارج، فهي قوة بشرية لا يستهان بها داخل إدارة ومركز زفت. برضو كمان مش في الكوادر البشرية بس المعلمين، لا كمان عندنا طلاب ما شاء الله عليهم متميزين جدا علميا وخلقيا، واخدين مراكز متعددة جدا على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظة، خاصة في الأنشطة، المسرح خاصة الإلقاء الشعري، الصحافة، الموسيقى، مجالات كتيرة جدا المدرسة واخدة فيها مراكز متعددة. تمام، وما تنسيش كمان يا أستاذ المدرسة حصلت على الجائزة الدولية من المعهد البريطاني. فعلا نسيب حضراتكم بقى تشوفوا وتلفوا معانا جولة في المدرسة. شوف حضراتكم على خير. الشفافية، الاستجابة، الفعالية والكفاءة،
حكم القانون المساواة الشمولية. والقيادة والحوكمة هي وجود قيادة مدرسية فعالة في ظل نظام تحكمه مجموعة من القواعد والتشريعات المنظمة للعمل للمؤسسة التعليمية بمشاركة مجتمعية فعالة. طائر فريق الموارد الماديه والبشريه، والهدف من الفريق بتاعنا توفير كل الموارد البشريه والماديه وتوظيفها لخدمه العمليه التعليميه وزياده الفعاليات التعليميه بالمؤسسه. تشمل عندنا الموارد البشريه جميع هيئه التدريس بالاضافه الى الاداره المدرسيه. اما الموارد الماديه بتشمل عندنا المكتبه، وحده التدريب، المعامل المجهزه، غرفة صحافة وتربية فنية، غرفة الاقتصاد المنزلي، غرف للمدرسين، معامل الحاسب الآلي، غرفة للإداريين، غرف تربية رياضية، وغرفة للسيارة الصحية، بالإضافة إلى غرفة عزل. كما تتمتع المدرسة بوجود سبورات ذكية بالفصول لزيادة تفاعل العملية التعليمية، وقد تم توظيف هذه الإمكانيات لصالح العملية التعليمية. ابن مصر ده من قده، من ده اللي استاجر يده، رجالتنا بيتغدوا باللي بيجي عليه. هات معاك علمك علي، ملي عينك دي ملي، انت بايدك هتخلي بلدك في السما تتبقى. ابن مصر ده من قده، من ده اللي استاجر يده، رجالتنا بيتغدوا. اهلا بحضراتكم، مع حضراتكم مستر عادل امين عادل، دكتور مشرف فريق المشاركه المجتمعيه. المشاركه المجتمعيه عامه هي عباره عن خدمات المجتمع بيقدمها للمدرسه او المدرسه بتقدمها للمجتمع. طبعا المشاركه المجتمعيه ليها اهداف، ليها قوانين، ليها حاجات كثيره جدا، ليها معاني عامه. في مفهوم عام للمشاركه المجتمعيه، في مفهوم المشاركه المجتمعيه داخل المدرسه. حضراتكم طبعا المشاركه المجتمعيه برضو ليها صور، مثلا زي رفع الوعي في البيئه المحيطه المدرسه، دراسه احتياجات المجتمع المحلي. طيب بستفيد من المجتمع ازاي؟ بما معناه يعني بستفيد من المجتمع ازاي؟ المجتمع بيفيدني ازاي؟ هي ديت كل التعريف او كل الشمول بتاع المشاركه المجتمعيه. لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت، وامبارح غير دلوقت، هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة في طريقي مشيت. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معكم الأستاذة ليلى أبو حطب، قائد فريق والمعلم في المدرسة عبر العاصي الرسمية للمدرسة، قائد فريق المعلم. طبعا المعلم هو المنفذ الاول لعملية التعليم والتعلم في دور فريقنا في قمم التخطيط الجيد والانشطه التربويه لتمكينات التعلم، دورات تدريبيه وتبادل خبرات مع الزملاء وتوظيفها كمصادر للمعرفه في العمليه التعليميه. في النهايه بختم بكل قرب المعلم وفي التمثيل، كاد المعلم ان يكون رسولا، والله موفق للجميع. انا ابن مصر قلبي نسي، مقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الجسر، انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. السلام عليكم.
الشخصية وأساليب التقويم مع نواتج التعلم المستهدفة بالخرائط المنهج وتوظيف المنهج في تنمية المهارات الحياتية، كما أنه يساهم في تنفيذ المنهج في نشر ثقافة استخدام الموارد البيئية والحفاظ عليها. وأخيراً المنهج المدرسي يوظف إمكانية المجتمع المحيط بالمؤسسة في تنفيذ مشاكل وأنشطة المنهج. شكراً. وذلك عن طريق تقديم خدمات الإرشاد التربوي والنفسي للمعلمين والمتعلمين وأولياء الأمور، وتوفير مناخا داعما لعمليتي التعليم والتعلم، وذلك عن طريق توفير ثقافة صحية للعاملين والمتعلمين، وتوفير بيئة داعمة للعلاقات الإنسانية والمؤسسية، وتوفير مناخ داعم لثقافة المواطنة والانتماء واحترام القانون، وجه ذلك في الانضباط والالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للعمل، ونشر ثقافة المواطنة والانتماء، وذلك عن طريق الندوات والمحاضرات التي يقدمها كل من الخدمة النفسية والخدمة الاجتماعية. يقال أن الصحة ثروة الإنسان العاقل لأنها أغلى ما يملك، وللصحة أهمية كبيرة. لذلك نحن كفريق الصحة بمدرسة عمرو بن العاص نسعى إلى تحقيق أهداف الصحة التي تجعل التلميذ يمارس نشاطاته اليومية بسهولة ويسر، وأن يكون دائما طالبا نشيطا وقويا، لأن اللي في مصر دول ولادي وعايزهم أحسن حاجة في الدنيا.